بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وفي احسن حال جميعكم. النهارده يا حبايبي هنشرح درس لسنه 5 ابتدائي، درس نحو اللي هو اسمه المثنى. هنيجي نكتب نقول المثنى. المثنى ده يعني ايه؟ يعني هو ما دل على اثنين او اثنتين، اثنين او اثنتين، يعني اثنين مؤنث او اثنين مذكر، وذلك بإضافة ألف ونون او ياء ونون. وذلك بإضافة ايه؟ ألف ونون او ياء ونون. طيب ازاي مثلا؟ يعني عندي مثال، عايزين مثلا كلمة مثنى، ممكن اقول ولدان او ولدين، اقول بنتان او بنتين. طيب دلوقتي المثنى بيدل على اتنين، كلمة بتدل على اتنين، وهو بيكون اسم. المثنى ده بيكون اسم بيدل على اتنين مؤنث او اتنين مذكر. الكلمة المثنى بتبقى اخرها الف ونون او ياء ونون، ماشي؟ يبقى الكلمة بيبقى اخرها الف ونون او ايه؟ او ياء ونون. طيب تعالوا نشوف مثلا جملة، نقول مثلا الولدان مجتهدان، البنتان مهذبتان. يبقى ادي كلمة بتدل على مثنى ودي كلمة بتدل على مثنى، حتى يعني هو هنا مبتدأ وده خبر، ده مثنى وده مثنى، سواء مثنى مذكر او مثنى مؤنث. طيب امتى بنحط لها الف ونون وامتى بنحط لها ياء ونون؟ يبقى ده هيدخلني على علامات اعراب المثنى. نقول هنا اهو علامات اعراب المثنى، ما اتفقنا ان المثنى ده بيكون اسم. طيب الاسم دوت علامات اعرابه ايه؟ نقول بصوا يا حبايبي، اول حاجة عند الرفع بيرفع بالايه؟ بالالف. يبقى عند الرفع يرفع بالالف، يعني الكلمة لازم يكون اخرها الف ونون. طيب هو امتى بيبقى مرفوع؟ يعني الاسم اللي معايا مثنى ده امتى يبقى مرفوع يا مس؟ لما يكون مبتدأ، لما يكون خبر، لما يكون فاعل. تاني يا حبايبي، الاسم المثنى امتى يكون مرفوع بالالف يا مس؟ لما يكون مبتدأ يبقى مرفوع بالالف، لما يكون خبر يبقى مرفوع بالالف، لما يكون فاعل في جملة فعلية وهو مثنى يبقى مرفوع بالالف. طيب ايه كمان من علامات اعرابه؟ عند النصب والجر بنستخدم الياء، يعني بينصب بالياء ويجر بالياء. طب تعالوا نشوف كده، هو هيبقى منصوب امتى؟ لما يكون مفعول به، يعني في جملة فعلية والاسم اللي انا هعربه دلوقتي هيبقى مفعول به منصوب بالياء. طب امتى هيكون مجرور بالياء يا شطار؟ هيبقى مجرور بالياء لما يكون قبله حرف جر وهو اسم مجرور، يبقى هنقول اسم مجرور بالياء لأنه مثنى. أو لما يكون مضاف إليه، هقول مضاف إليه مجرور بالياء لأنه مثنى. طب تعالوا نشوف كده الجمل ونعرب مع بعض. عندي جملة اسمية بسيطة خالص بتقول الفلاحان ماهران.
نعرف الجملة دي ازاي يا حبيبي؟ أول حاجة الفلاحان دي اسم ولا فاعل؟ طبعا اسم، وجا في أول الجملة وفي ألف ولام وآخره ألف ونون، يبقى هقول مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى. مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، يبقى الفلاحان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى. طيب وماهران، أقول خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى. يبقى ادي الجملة البسيطة خالص الاسمية اللي بتتكون من مبتدأ وخبر، مبتدأ مرفوع بالألف وخبر مرفوع بالألف لأنه مثنى. طيب لو أنا عندي جملة تانية بقول حضر الضيفان الحفلة، حضر الضيفان الحفلة. تعالوا نعرب الجملة دي مع بعض، مش هنعرب بس الكلمة المثنى دي، لا ده احنا هنعرب الجملة كلها. أول حاجة حضر ده اسم ولا فعل؟ أفكر كده قبل ما أعمل أي حاجة، أفكر الكلمة اللي عندي دي اسم ولا فعل. طيب يا ميس هي طلعت فعل. طيب يا حبيبي تمام، هي طلعت فعل. طب نشوف فعل مضارع ولا فعل ماضي ولا فعل أمر؟ لا يا ميس هي حضر يعني فعل خلص خلاص وانتهى، يبقى فعل ماضي. يبقى هنقول حضر هنا فعل ماضي، وعندي حضر في النطق بتاعي فتحت آخر حرف في الكلمة، يبقى هقول فعل ماضي مبني على الفتح علشان أعرف أفهم كده النحو والإعراب بيكون إزاي، أكمل الإعراب بتاعي ما خليش الحاجة ناقصة. أقول فعل ماضي، يبقى أقول فعل ماضي مبني على الفتح، يبقى حضر فعل ماضي مبني على الفتح. تمام. الضيفان تتعرب إيه يا جماعة؟ تتعرب إيه يا شطار؟ مين اللي حضر؟ الضيفان، يبقى آدي الفعل واللي حضر هو إيه؟ اللي حضروا معانا الحفل دول هما الفاعل، يبقى الضيفان فاعل مرفوع بالألف. قلنا فاعل مرفوع بالألف ليه يا شطار؟ لأنه مثنى. لأنه إيه؟ مثنى. يبقى حضر فعل ماضي مبني على الفتح، الضيفان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى، حضرهم إيه؟ أدي جملة فعلية بتتكون من فعل وفاعل، وبعد الفعل والفاعل الحاجة اللي بتكمل لي الجملة كمان في الآخر أقول حضر الضيفان. ماذا حضر الضيفان؟ حضر الحفل. يبقى الحفل دوت مفعول به منصوب بالفتحة، مفعول به منصوب بالإيه؟ بالفتح. يبقى آدي الجملة لما بيكون فيها فاعل بيبقى مرفوع بالألف، فاحنا كده خدنا العلامات بتاعة إعرابه لما بيبقى مرفوع. لو كان مبتدأ مرفوع بالألف زي الفلاحان ماهران، لو كان مبتدأ وخبر يبقى مرفوع بالألف، لو كان فاعل زي حضر الضيفان الحفل، الضيفان فاعل مرفوع بالألف، يبقى هنا هو مرفوع بالألف. طب نشوف اللي بيبقى منصوب واللي بيبقى مجرور. أقول قرأت قصتين، قرأت قصتين. تعالوا نشوف معانا الجملة دي بتتعرب ازاي عشان نبقى شطار ومحدش يعرف يقول علينا ان احنا مش فاهمين. قرأت، هو قرأ ده فعل ولا اسم؟ لا طبعا فعل، فعل ماضي. طيب الفعل الماضي ده هو انا عايزه اعرف اعربه ازاي، ينفع اقول مبني على الفتح؟ لا طبعا ما ينفعش، انا باجي عند اخر الفعل اللي هو قرأ متصل بيه تاء الفاعل، يعني التاء اللي وراه دي تاء الفاعل، يعني مين اللي قرأ؟ انا اللي قرأت، يعني التاء دي بتاعتي انا الفاعل. تمام. طيب الفعل الماضي هنا هيبقى مبني على ايه؟ اقول قرأ، يبقى انا وقفت حرف الالف بالسكون، قرأتُ، يبقى اخر حاجة في الفعل الماضي بتاعي كان الالف ساكن علشان انا واصلة بيه بعد كده تاء الفاعل. يعني عندي يا مس لما بيكون
الفعل الماضي متصل وراه تاء الفاعل بيبقى مبني على السكون. طيب تمام، يبقى هقول قرأته فعل ماضي مبني على السكون. ليه يا شطار؟ لاتصاله بتاء الفاعل. بتاء الايه؟ الفاعل. يعني الت اللي هنا دي جاية ايه؟ هي الفاعل، التاء تاء الفاعل، التاء تاء الايه؟ الفاعل. طيب قرأت، انا قرأت ايه؟ ماذا قرأت؟ قرأت قصتين. يبقى قصتين دي اسم ولا فاعل؟ لا طبعا اسم، بتدل على ايه؟ على اتنين. طيب اقول قرأت قصتين، يبقى ادي فعل والتاء تاء الفاعل، يبقى قصتين مفعول به، والمفعول به هنا هيبقى منصوب، بس هيبقى منصوب بالايه؟ هيبقى منصوب بالياء لانه مثنى. يبقى مفعول به منصوب بالياء لانه مثنى. ماشي يا شطار؟ يبقى ادي الحالة اللي بيجي فيها المثنى منصوب بالياء اللي هو بيبقى مفعول به. طيب تعالوا نشوف امتى هيبقى مجرور. اقول سلمت على صديقين، سلمت على صديقين جملة فعلية وبتتكون أولها كده من فعل ماضي ومعاه تاء فاعل وعلى حرف جر، وصديقين اسم مجرور. شطار. طيب احنا كده هنعربها كده بالشكل ده وخلاص؟ لا، ده احنا لازم نكتب الكلام ده بطريقة مظبوطة علشان يبان ان احنا شطار وفاهمين. طيب اقول ايه؟ سلمت، نفس الكلام، فعل ماضي مبني على السكون والتاء تاء الفاعل، فعل ماضي مبني على السكون والتاء تاء الفاعل. يبقى انا كده عرفت اللي انا بتكلم معاه او اللي بيسألني ان انا شاطر وفاهم الكلام بيتعلم بيتعمل ازاي، بيتعرب ازاي. طيب على حرف جر، احنا طبعا عارفين حروف الجر، قلناها قبل كده في فيديو قبل كده من حلقات التأسيس، اللي هي من وعن وعلى وفي وإلى والباء والكاف واللام. طيب يبقى على هنا حرف ايه؟ حرف جر. سلمت على صديقين. طيب صديقين هتبقى اسم مجرور عشان قبلها حرف جر، اسم مجرور بالايه؟ بالياء. ليه يا شطار؟ لأنه مثنى. لأنه ايه؟ لأنه مثنى. تمام كده؟ يبقى انا عرفت دلوقتي ان انا عندي علامات اعراب المثنى. اول حاجة هنقول ايه هو المثنى؟ اولا كده المثنى اسم بيدل على اتنين مؤنث او اتنين مذكر. اتنين مؤنث او اتنين ايه؟ مذكر. طيب تمام، قلنا بيرفع بالالف، بيرفع بالايه؟ بالالف. بينصب بالياء، بينصب بالايه يا شطار؟ بينصب بالياء. بيجر بالياء، بيجر بالايه؟ بالياء. طب بيرفع بالالف امتى؟ لو كان مبتدأ تاني، ولو كان خبر، ايوه ايه كمان، ولو كان فاعل. وينصب بالياء امتى؟ لو كان مفعول به، لو كان ايه؟ مفعول به. طيب وبيجر بالياء امتى؟ لو كان اسم مجرور او مضاف اليه، ممكن اسم مجرور او مضاف اليه. والمثنى ده اسم اخره ايه؟ اخره الف ونون او ياء ونون، او ياء وايه؟ ونون. يبقى الاسم المثنى كلمة اخرها الف ونون او ياء ونون، كلمة اخرها الف ونون او ياء ونون، وبتدل على اتنين مؤنث او اتنين مذكر. تمام كده؟ هو ده يا حبايب قلبي الدرس بتاع المثنى. طيب لو جالي قال لي صوب
الخطأ، صوب الخطأ، هيكتب لي جملة فيها حاجة غلط وهيقول لي صوب الخطأ. طيب نشوف، يقول لي هنا مثلا قابلت الولدان. تعالوا كده نعرف الجملة دي ونشوف ايه الخطأ اللي هنا. طب ما انا قابلت ولدين اهو يا ميس، ما هو انا قابلت ولدين، طب ما هو مكتوب قابلت ولدان. لا احنا هنشوف هي صح ولا غلط على حسب اعراب الكلمة. وهنا بيقول لك صوب الخطأ واستخرج المثنى، صوب الخطأ واستخرج المثنى. فين المثنى؟ الولدان. طيب فين الخطأ اللي في الجملة؟ قابلته. تعالوا نعربها، قابلته ده فعل ماضي تمام، والتاء اللي شابكة فيه دي ايه؟ تاء الفاعل تمام. قابلت الولدان، يبقى دي قابلته فعل والتاء تاء الفاعل، يبقى الولدان هتبقى ايه؟ هتبقى مفعول به. المفعول به قلنا بيبقى منصوب، وهيبقى منصوب بإيه عشان هو مثنى؟ هيبقى منصوب بالياء. تمام التمام، يبقى هو هنا ايه اللي غلط؟ كلمة الولدان. المفروض يبقى الصح ايه؟ قابلت الولدين. تمام كده. طيب يجي يقول لي مثلا سلمت على بنتان، سلمت على بنتان. طيب سلمت ادي فعل وادي فاعل ماشي تمام، فعل ماضي. فين المثنى اللي في الجملة؟ بنتان. طب فين الغلط اللي في الجملة؟ برضو بنتان. ليه يا حبايبي؟ طب تعالوا يا جماعة نعرف ونشوف فين الغلط، لما هي بنتان هي الغلط. قال لك سلمت فعل ماضي والتاء تاء الفاعل، طب وعلى حرف جر. طيب اللي بيجي بعد حرف الجر بيكون اسم مجرور. طيب بنتان اسم مجرور، المفروض المثنى لما بيكون اسم مجرور بيبقى مجرور بالياء. تمام كده، يبقى المفروض بدل ما اقول بنتان اقول بنتين، يبقى اقول سلمت على بنتين، سلمت على بنتين، يبقى هو هنا اسم مجرور بالايه؟ بالياء، ما اقولش بنتان بالالف لان هو قبله حرف جر. ماشي يا حبايب قلبي، لحد كده وخلص درس المثنى، ما فيهوش اي حاجه. ودرس بسيط جدا وسهل، ولو عندكم اي استفسار او اي حاجه وقفت معاكم في الدرس اكتبوها لي في التعليقات، وانا اشرحها لكم او ارد عليكم في التعليقات برضو بشرح تاني. مع السلامه.